البشارة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي. من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف وما أنكر، اعترف وقال: ما أنا المسيح. فقالوا: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟ قال: ولا إيليا. قالوا: هل أنت النبي؟ أجاب: لا. فقالوا له: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟ قال كما قال النبي إشعيا: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب. وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ أجابهم: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل. وشهد يوحنا قال: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله. وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال: ها هو حمل الله. فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا: ربي،
أي يا معلم أين تقيم؟ قال تعالى وانظرا. فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له وجدنا المسيا، أي المسيح. وجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان بن يوحنا وسأدعوك كيفا، أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة. فقال له نثنائيل أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ فأجابه فيلبس تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه. فقال له نثنائيل كيف عرفتني؟ فأجابه يسوع رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس. فقال نثنائيل أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل. فأجابه يسوع هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا. وقال له الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.